أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال وزير خارجية حكومة الوفاق محمد السيالة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي بطرابلس أن فرنسا تدعم سيطرة الحكومة المقترحة والمؤسسة الوطنية للنفط على منطقة الهلال النفطي، مشيدا بالدور الفرنسي الرامي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. بدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان وجود دعم شامل من الأمم المتحدة بقيمة مليون دولار لتنظيم العملية الانتخابية في ليبيا، وشدد على مواصلة بلاده التصدي لكل من يسعى لزعزعة العملية السياسية أو تعطيل إجراء الانتخابات حسب تعبيره. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدينة درنة منذ هجوم ميليشيات الكرامة عليها. وأظهرت الصور المتداولة جانبا من دمار الممتلكات بحي المغاري والمدينة القديمة نتيجة الغارات الجوية التي تعرضت لها المنطقة منذ بداية العدوان عليها. قال معاون أمير قوة تأمين استرت علي رفيدة إن معلومات وردتهم عن توجه خاطفي العاملين بمحكمة ودان الجزئية إلى مدينة سرت. وبين رفيدة في اتصال مع النبأ أن قوة حماية سرت تكثف دورياتها جنوب المدينة للبحث عن الخاطفين وتعقبهم، مؤكدا عدم عثورهم على أي آثار للخاطفين حتى هذه اللحظة. وأشار رفيدة إلى أن قواتهم تسير دورياتها بشكل دوري وتتخذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة منعا لحدوث أي اختراق أمني في سرت. أنقذ حرس السواحل الليبية 41 مهاجرا قبالة سواحل مدينة زوارة. وأوضح الحرس في بيان له أنه اعترض قاربا مطاطيا على متنه 31 رجلا وثمان نساء وطفل واحد شمل أزوارا من جنسيات مختلفة. وبحسب البيان جرى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وقدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية قبل تسليمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيداعهم لاحقا في مركز وإيتا جرى. ختام الموجز للقاء.